السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشره الثالثه والنصف من قناه السعوديه والبدايه بالعناوين. مدير منظمه الصحه العالميه يثمن دور خادم الحرمين الشريفين في مواجهه انتشار فيروس كورونا. وزراء التجاره والاستثمار بمجموعه العشرين يؤكدون ان جائحه كورونا تستوجب تجاوبا عالميا منسقا. مركز الملك سلمان للإغاثة ينسق مع الصحة الفلسطينية لتأمين احتياجاتها لمواجهة كورونا أهلا بكم أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم غيبيريسوس عن خالص شكري وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التزامه بدعم المنظمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك أثناء ترأسه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، وعبر الدكتور تيدروس عبر حسابه في تويتر عن امتنانه لتقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي لتعزيز الأنظمة الصحية العالمية في تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات وقائية حيال وقف انتشار فيروس كورونا. وثمن الدكتور تيدروس أدهانوم جيبري سوس أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية مجانا لمصابي كورونا حتى لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها عقد وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا بهدف تقييم أثر جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 على التجارة والاستثمار وشدد الوزراء في بيانهم الختامي على أن جائحة كورونا تعد تحديا عالميا يستوجب تجاوبا منسقا تتوحد فيه الصفوف وتتضافر فيه الجهود مشيرين إلى أن الوقت قد حان لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافي اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة مؤكدين بدءهم بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة والعمل على ضمان استمرار تدفق الامدادات والمعدات الطبيه والمنتجات الزراعيه الضروريه وغيرها من البضائع والخدمات الاساسيه عبر الحدود، اضافه الى اتخاذ الاجراءات الفوريه اللازمه لتسيير حركه تجاره المنتجات الاساسيه، الى جانب دعم توفر الامدادات الطبيه والمواد الصيدلانيه والحرص على تمكين الوصول اليها باقصى سرعه ممكنه. كما أعربوا عن قلقهم بشأن الآثار التي خلفها الفايروس على الدول النامية الهشة والتحديات التي يواجهها العمال والأعمال التجارية، منوهين بأهمية التجاوب المشترك ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقوية الاستثمار الدولي. اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة العشرين في الاجتماع الافتراضي الثاني تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وناقش الوزراء تبعات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي وألية النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن هذه الجائحة إلى جانب متابعة نتائج القمة الافتراضية لقادة المجموعة وسبل المضي قدما في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفعالية في الوقت المناسب نوه عدد من اصحاب السمو الامراء والمعالي الوزراء بالامر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بتقديم الرعايه الصحيه مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الاقامه في جميع المنشات الصحيه العامه والخاصه في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا واكدوا اصحاب السمو والمعالي ان هذا الامر يمثل لفته انسانيه من حاكم عادل واب حاني رحيم حريص على سلامه وصحه الانسان وقائد متمسك بما جاء في الشريعه المطهره من حث على الحفاظ على النفس البشريه وحرص على حمايتها قام عدد من رؤساء ووزراء القطاعات الحكوميه بزياره مركز عمليات دعم القطاعات الامنيه والصحيه بالهيئه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، حيث كان في مقدمتهم رئيس جهاز امن الدوله الاستاذ عبد العزيز الهويريني ووزير التجاره وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ووزير الاتصالات وتقنيه المعلومات المهندس عبد الله السواحه ووفد من قيادات وزاره الداخليه. واستمع المسؤولون لشرح مفصل عن اليه عمل المركز وخدماته المقدمه لدعم القطاعات الامنيه والصحيه في مواجهه جائحه فيروس كورونا المستجد اضافه الى دور المركز وتوفيره للمعلومات الدقيقه لدعم صناع القرار في اتخاذ القرارات التي تدعم جهود الدوله الاحترازيه والاستباقيه لمقاومه انتشار فيروس كورونا قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية لتحديد الاحتياجات الضرورية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين أفراد الشعب الفلسطيني يأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الخبر مبادرة وحدات التعقيم الذاتية أمام مراكز التسوق وأماكن التجمعات امتدادا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المبذولة للوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المستجد استمرارا للجهود المبذولة من بلدية محافظة الخبر للوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المستجد قامت بإطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق لتطبيق أعلى المعايير الوقائية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستخدام أحدث التقنيات والمعدات حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيا قبل دخوله للتسوق. تعمل على تقليل تقليل حجم المخاطر الفيروسات في اثناء مرور المتسوق الى داخل السوق وفي حال ان شاء الله شغالين العمل متواصل الان على انه تعمم على جميع الاسواق والهايبر ماركت في 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 كافه انحاء محافظه الخبر باذن الله ابغى صراحه كثير انبسط بجهاز التعقيم جدا مفيد ومريح يعني وانت داخله مش مؤذي وحسيت فعلا انه هو يعقم فمبادره مره رائعه ومن جد شكرا كمواطن امريكي اشعر بالامان التام هنا لوجود وحدات تعقيم مثل هذه التي بدورها تجعل الاماكن امنه ونظيفه هذه المبادره كانت جزءا من الحمله الشامله التي تعمل عليها الامانه لتعقيم وتطهير المدن والاحياء بالمنطقه الشرقيه. ومن خلال تطبيق حزمه كبيره من الاجراءات الوقائيه على كافه الاسواق التجاريه وال والمنشات المستثناه من فتره الحظر اضافه الى عمليات الرش والنظافه القائمه خلال ال 24 ساعه المستمرة نحن جميعا مع اجراءات امانه المنطقه الشرقيه ممثله ببلديه محافظه الخبر لنظافه وتعقيم المدينة بأحدث وأفضل الطرق للقناة السعودية بشاير القبوس الخبر أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازيه التي تقوم بها للمحافظه على صحه وسلامه المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله ومواكبه لجهود القياده الرشيده في التصدي لفيروس كورونا كما بدات الوزاره ايضا العمل في تنفيذ المرحله الثانيه والتي تستمر حتى الانتهاء من تعقيم كافه المساجد المشموله بعقود الصيانه والتشغيل والغير مشموله في مختلف مناطق المملكه ضمن منظومه متكامله من الخدمات التي تنفذها في خدمه بيوت الله والعنايه بها. انشات امانه منطقه الرياض مركزا اضافيا مؤقتا مخصصا للباعه السعوديين لبيع الخضار والفواكه شرقي حراج بن قاسم الجديد. ويهدف المركز إلى الحد من التزاحم في الأسواق الحالية وإيجاد بدائل متعددة أمام السكان لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية وضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد دعت امانه الرياض المزارعين وباعه الخضار والفواكه الجائلين واصحاب البرادات الصغيره للمواد الغذائيه الى التسجيل والحجز لعرض منتوجاتهم في المركز المؤقت مبينه انها ستطبق توجيهات التوطين المعلنه وستطابق هويه السائقين ومركباتهم لضمان تخصيص ممارسه نشاط البيع للمواطنين فقط ألزمت أمانة جدة المطاعم بإحكام وإغلاق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل بهدف سلامة وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل صحي. وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي ضمن إطار حرص الأمانة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ خطط مكافحة انتشار كورونا المستجد والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى لا سمح الله. وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا قامت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية باستخدام التقنية الحديثة عبر تقنية المسح الحراري الجوي بهدف سلامة المواطنين نتابع بهدف سلامة الحشود والمجموعات البشرية أمانة منطقة القصيم تستخدم التقنية الحديثة لإجراءاتها الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالنسبة للتقنية الدرون اللي استخدمت هي تقنية تستعمل الذكاء الاصطناعي في قياس درجة حرارة الحشود وهي لأول مرة تستخدم في لدينا وهي بتوجيه من معالي الوزير الأستاذ ماجد الحكيل والحمد لله رب العالمين يعني كانت فعالة كثير تقيس اي درجه حراره اكثر من 38 او ما يقارب الثمانية وثلاثين على طول تفرز درجه الحراره، هناك تعاون كبير بيننا وبين الهلال الاحمر وكذلك الدوريات الامنيه يوخذ هذا الشخص الى مكان اخر ويتم فحصه، طبعا هذا ياتي ضمن الاحترازات التي تتخذها امانه منطقه القصيم لمكافحه مثل هذه مثل هذا الفيروس. كما تواصل جهودها في التطهير للمرافق العامه والحيويه وتوفير مواد التعقيم والمعلومات الارشاديه للمتسوقين. لاخبار السعوديه يوسف الحميد القصيم. تتواصل الجولات الرقابيه والصحيه التي تقوم بها امانه منطقه المدينه المنوره على الاسواق التجاريه ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات للتاكد من مطابقتها والتزامها للاشتراطات الصحيه. وبلغت الجولات التي نفذتها الامانه في اطار مجهودات الدوله المشتركه من قبل مختلف القطاعات الحكوميه للحرص على صحه وسلامه المواطنين والمقيمين سبعه الاف جوله رقابيه وثمانمائه وسبع عشره جوله للاصحاح البيئي في اكثر من الف وخمسمائه موقع بمشاركه سته الاف كادر طبقت امانه منطقه الحدود الشماليه عددا من الاجراءات الوقائيه وذلك انطلاقا من حرصها على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل التوجيهات الساميه من قبل حكومه خادم الحرمين الشريفين ومتابعه سمو امير المنطقه نتابع. انطلاقا من جهود امانه منطقه الحدود الشماليه وفي ظل التوجيهات الساميه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين. وبمتابعة من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بتجنيد جميع الجهود والإمكانيات لمكافحة هذا الوباء في ظل تعاونها مع كافة الجهات المختصة والمعنية. وتتمثل جهود أمانة المنطقة بأعمال المكافحة والتطهير والتعقيم. كل هذه الإجراءات أتت حفاظاً على الصحة العامة. انطلاقا من جهود امانه منطقه الحدود الشماليه في ظل التوجيهات الساميه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وبمتابعه من سمو امير منطقه الحدود الشماليه ومعالي وزير الشؤون البلديه والقرويه. قامت امانه منطقه الحدود الشماليه بتجنيد كافه جهودها وكافه امكانياتها لمكافحه هذا الوباء. في ظل تعاون مع كافه الجهات المختصه كوزاره الصحه والامن العام ووزاره التجاره وجميع الادارات الحكوميه امانه منطقه الحدود الشماليه قامت بجهود كثيره من ضمنه جندت اكثر من 22 فرقه في مدينه عرعر فقط اكثر من 22 فرقه تعمل ليلا نهارا في عمليات التطهير وكذلك تخصيص اكثر من 1224 عامل نظافه واكثر من 370 آلية نظافة وأصحاح بي يعملون على مدار الساعة لمكافحة هذا الوباء وقامت أيضا بنحو 3600 جولة رقابية جولة رقابية وصحية فمن ضمنها فحص العاملين يعني طبعا فحص العاملين في المحلات التجارية من ضمنها الرقابة على جميع المحلات التجارية في إنهم يطبقون للتأكد من تطبيقهم جميع الالتزامات والمعايير الاحترازيه لمكافحه فيروس كورونا تدابير مكثفه قامت بها امانه منطقه الحدود الشماليه بالتعاون مع الجهات المعنيه وذلك حفاظا على الصحه العامه لمكافحه الفيروس للاخبار محمد الجهني منطقه الحدود الشماليه نوه الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي هول ديلانو روزفلت بتمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي وأشار روزفلت إلى أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة تعد جزءا من رؤية المملكة 2030 التي تسعى للإسراع في وتيرة التنمية الاقتصادية حيث أن هذه الإصلاحات شملت زيادة فرص مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة حتى وصلت نسبتها إلى 35% في المئة. اكد مندوب المملكه الدائم لدى الامم المتحده السفير عبدالله المعلمي ان خادم الحرمين الشريفين اولى اهتماما كبيرا بالمراه السعوديه والعمل على تمكينها في جميع المجالات مما جعل الاحتفاء بالمراه السعوديه هو احتفاء بانجازاتها وبصماتها في جميع الانشطه والمجالات واضاف السفير المعلمي بان المراه السعوديه تعد ركيزه اساسيه في تحقيق رؤيه المملكه 2030 فاليوم نرى المراه السعوديه تتبوأ مختلف المناصب واضحت ش... واضحت شريكا للرجل في جميع المجالات وهي مساهم رئيس في بناء الوطن. اسرتنا انتهت وهذا تذكير بالعناوين. مدير منظمه الصحه العالميه يثمن دور خادم الحرمين الشريفين في مواجهه انتشار فيروس كورونا. وزاره التجاره والاستثمار بمجموعه العشرين يؤكدون ان جائحه كورونا تستوجب تجاوبا عالميا منسقا. تسجيل 110 حالات جديده بفيروس كورونا ليصل الاجمالي الى 1563 حاله في المملكه. مركز الملك سلمان للاغاثه ينسق مع الصحه الفلسطينيه لتامين احتياجاتها لمواجهه كورونا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه ونذكركم بالبقاء في منازلكم حفاظا على صحتكم في امان الله